طلعنا على الأرس في أيو كنا ثلاث بنات دي زوجوهم هم صغار ثلاث بنات زوجونا وإحنا صغار مش بالحين ما معنا أبو وهم أنا نحب مزوجات كين. أنا صرت وزيو وهم قعدوا أفهل أنا لو صرت براحتي قعدتي مثل العرس أبوي دافيد لقيش له مرض وأمي ما صارت تشتغل أمي كانت تحب لها بهذا الولد وذي بس قالوا لي يصير عبد بقي لحد يصير